مني؟ جاي رجعك على بيتك. لأنه هيك الشغلة بتقلعني وبترجعني إمتى ما بدك. الله يلعن الشيطان، وهذا اللي صار. وأنا كمان كنت مهور على أختي. وإذا مهور على أختك بتقوم بتقلعني؟ أنا شو ذنبي؟ أنت ما ذنبك شي. معلش انطبشت براسك هالمرة. قومي جمولة، قومي قومي، الله يوفقك. ضبي غراضك وامشي معي. ما بقدر ابن عمي. شلون شلون؟ شلون يعني ما بتقدري؟ فهميني اياها. بصراحة أنا ما عاد فيني أرجع بعد كل هالشرشحة، وأني كنت بفكرتك بتحبني وبتموت علي. أنا مالي وقعة تلبسها وتشلحها إمتى ما بدك وكيف ما بدك. إيه؟ أنت حرة. ليكي جميلة، أنا عملت اللي علي وإجيت لعندك واستسمحت منك، وأنت ما قبلتي. وهيك ما عاد إلك رجع على البيت. يلا يلا. شو وين رايح؟ شو عم يصير؟ والله يا مرت عمي، الست جميلة مو رضانة ترجع معي على بيتها. نعم؟ شو؟ من أنت كان عنا بنات تحرد ببيت أهلها؟ روحي روحي ضبي بيشتك ونلعي مع جوزك أوام؟ بس يا عمو. خلاصي ما تردي بوشي، نلعي لشوف. تحركي بسرعة. كتر خيرك مرت عمي، فضلك على راسي من فوق. وأنا غلطت. لا يا أبني، أنت ما غلطت، أنت كبرت بعيني كتير. جميلة بتحبها كتير، بالك عليها. وكن تعيدوها مرة تانية. بوعدك وعد شرف مرت عمي إن ما تنعاد مرة تانية. أهلين جميلة، أهلين، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك مرت عمي. كيفك يا أمو؟ أهلين أمي. شوف شو بهم بوز ما. والله ماني مصدقة، لطفية بدها تطلب الطلاق؟ مثل ما عمل لك يا عمو. وقال شو؟ بدها تحرمني من بنتي سعاد؟ يا باطل. ايه لا، زودتها كتير قصة لطفية. بعدين لك امي هاي مو فصولة، فصول امها شرشوحة في ريال. والله ما بعرف شو بدي اعمل يا عمو. رح طق، رح طق على ما اشوف بنتي سعاد، مشتاقة كتير. اول باشتان بتروح بترجع مرتك هدى؟ لانه بشير رجع اليوم جميلة. صار يا عمو، بكره بترجع هدى على البيت. وتاني باشتان بتنسى قراية فاتحتك على بنت أبو النار. إيه لا يا مو، شو انسى قراية الفاتحة؟ جكارة بلطفية وأمها بدي استعجل كتب كتابي ودخلتي على بنت أبو النار، واليوم قبل بكرة لفرجيها شلون بتطلب الطلاق. لك أنا ما بكفيني اللي فيني، ناقصني مصاريع. شوي شوي ايش يا ويديك. وهلأ بنقدر نقلك إن شاء الله الحمد لله على سلامتي. إيه والله يا خالتي أم جوزيف، رجعتي كأنك بنت 14. يسلمك الرب ويعطيك صبيان وبنات. ايه حكيم، يعني هلا صرت بقدر روح وين ما بدي؟ بتقدري تروحي وين ما بدك وعلى مسؤوليتي، ولو انك طلعتي قبل هالمره من دون ما تقولي لي. ها شي، شو ما في شي بيتخبى بهالحاره؟ ايه اهل حارتنا عيله واحده وما حدا بيخبي على حدا سر. الرب يديم المحبه وهو المحبه. الله يسمع منك يا خالتي ام جوزيف. خالتي عم تفكري تتركي حاره الضبع؟ إن كان علي، أنا حبيت هالحارة وحبيت ناسها كتير، ويلي عملوه معي معروف ما راح أنسالهم يا طول عمري. بس أنا يا حكيم ملاحقة من الدرك وما بدي جيب لهم وجع راس أكتر من هيك. بعدين أنا اشتقت لبيتي كتير، وكمان في أمانة بدي جيبها من هنيك. بس يا خالتي يمكن يكون بيتك مراقب هنيك. ما تخاف علي، بدبر حالي. حمزة يا حكيم يلي عملته معي محفور بقلبي ووجداني. الرب يحميك ويسلمك ويخليك ويعلي مراتبك كمان وكمان. الله يسلمك يا خالتي ويخلينا ياكي. بس أنا اللي بدي إياه منك إنه تديري بالك على حالك. جروحك ممكن تنقز عليك بالبرد، هذا شي طبيعي ولا يهمك. لا تاكل همي، أنا عندي جروح مخباي، بتوجعني بالبرد وبتوجعني بالدفا. يا ميت اهلين وسهلين بحميده. بالمهلي خالي. ايه ها، الله يرضى عليه جوزك اللي ترك لنا حصه فيكي. طمنيني شلون امك؟ ان شاء الله بخير. والله اشتقت لها. الحمد لله بخير، بس بتضلها مشغوله باخي حاتم من الصبح لاخر الليل. ايه والله معها حق، الاولاد بيشغلوا. خذوا راحتكم تقبريني، انا بدي اطمن على ام جوزيف. الله معك خالي.
شو حميدة؟ لساتك عم تشتغلي مع جوزك؟ يو إيه لك؟ ليش شوي قبر قلبي بيقدر يستغني عني؟ هي عليك يا حميدة، شغلتك بالتمريض حلوة كتير، على قليلة بتطلع من الأربع حيطان. إيه والله حلوة كتير، بس على قلبي وقت شوف هالناس عم يتوجعوا بعمل كل شي بقدر عليه حتى أي مجاهون. حميدة بدي أسألك سؤال بس خجلانة مني. يو اسألي ليه مستحية؟ هلأ أنتي حبلتي ولا لسا؟ لا والله يا هدى لسا ما حبلت، قدر الله تخيل اسمه. لا وبيت حماية عم يهتوني بهي القصة على الطالعة والنازلة، وفوق منها كمان عم يتأمروا ويتكبروا. يي لطيف، ليش عندك بنات أحمى بالبيت؟ ايه عندي أربع عقارب بالبيت، وفوق منهم كمان حماتي. يا على قلبي عليكي يا حميدة، احكي لنا تقبريني في شي قلبك. تكي تكي استنوني. شو بدي أحكي؟ بحكي يا ستي هدول بيت حماية. ايه وحميدة وين هلا؟ أخذتها معي عمي عم بيت أم جوزيف، خليت تطمن عليها وانتركتها هني. منيح منيح، دخلك طمني، شلون صارت أم جوزيف؟ يا سيدي فضل رب العالمين، الحمد لله كثير صارت منيحة. أخ 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 أخ، الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله لا تأخذنا تعبناك معنا يا حكيم. لا يا عمي على شو؟ هذا واجبي. شريف حكيم. الله يسلم إيديك يا حكيم. أهلا كاس الشاي. إن شاء الله بعرسها. من جودك يا حكيم الله يخليك. صحيح أم جوزيف بدها تترك بيت أبا شي؟ شو هالحكي هاد؟ شلون بدك تترك بيت أبو بشير؟ إيشو على كيف هالشغلة؟ لما نسياني إنه ملاحقة من الفرنساوية؟ قالت لي في أمانة ببيتها لازم تروح وتجيبها. مو على كيفها، مو على كيفها بنوب. نحن تعبنا وشينا لحتى هربناها من المستشفى، تجي هلا تسلم حالها بإيدها للفرنساوية؟ والله ما بعرف يا عمي، أنا هيك سمعت منها. حدو! اسمعني. نطلع عند أبو بشير بسرعة. مثل الطير الطاير بتقول له معلمي بدي اياك. ريم عليه على اجرك. شو وين امي؟ كانه مو البيت. لا امي معنا هون، راحت تزور ام عصام. يوم ليش سعاد خانم صاير لها شيء؟ ببعث لك يا حميده، يعني لازم يكون صاير لها شيء للست سعاد حتى امي تزورها. ايه لا مو هيك قصدي، بعيد الشر، بس امك طلعتها من البيت كثير قليله، يعني ما بتطلع غير وقت الضروره. ما في شيء اختي، بس معتز ابنها لسعاد قوص على الدرك وقتل واحد منهم وهرب، قام امي راحت لعندها مشان تواسيها وتطمن عليها. يا لا انتي ان شاء الله، يعني المشاكل لاحتنا لاحتنا بهالحاره. شايفه لك اختي شايفه. ايوه وانتي ست مطيعه، انت عرسان. الخميس الجاي. تقبري قلبي. ان شاء الله الف مبروك جوازة الدهر اختي. الله يبارك فيكي، رح اقوم اعمل لكم شاي ولا بتشربوا زهورات؟ بدك يا اختي بيطلع من خاطرك. تقبر قلبي، والله فرحت لها من قلبي هالمضروبه. شو اختي؟ طمنيني كيف وضعك مع بيت حماكي؟ يا اختي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك. اللي عم بيصير معي والله العظيم مثل الكذب. هداك اليوم كنت عم بنشر الغسيل على الاسطوح، قاموا بنات حماية فاتوا على اوضتي بغيابي، نبشوا نبش يا شريفة، ما تركوا شيء، الخزانة تحت التخت الفرش حتى الصندوق. لك تقولي لو فيران وفلتوا مو هيك؟ اوف وليش بقى؟ ليش هني شو بدهم من اوضتك بغيابي؟ ما بعرف، يمكن بدهم يشوفوا اذا ابن عمي شاري لي شيء قطعة ذهب جديدة او شيء غرض جديد من ورا ظهرهم. يا اسمع على هالحكي، ليش هني شو دخلهم اذا ابن عمك بيشري لك قطعة ذهب ولا غرض ثاني؟ هيك بيموتوا بيطقوا اذا جاب لي شيء غرض جديد من دون ما يجيب لهم، مو هو اخوان الوحيد؟ يبعث لهم حمى الهي. يا بشير الحرمه صارت امانه برقبتنا، يعني ما بيصير تاتي باي حركه الا بمعرفتنا. فهمت عليك ابو حاتم وانا راح افهم هالحكي، بس عدم المؤاخذه خايف تاخذ على خاطرها وتفكر انه حابسينا غصبا عنا. لا يا بشير سلامت معلميتك، بعدين كلك مفهوميه، انت بدك تلاسنا بكم كلمه حلوين وتلا انت مثل اختنا الكبيره وخايفين عليك تتاذي. خلاص ابو حاتم تريك هذا الموضوع علي، بس بيني وبينك انا خايف عليها كثير. امبارح وقت فتشوا بيت ابو عصام وبيت ابو خاطر كان معه الحرمه. حرمه؟ شو قصدك؟ قصدي يعني خايف يجوا لعندي فجاه على البيت مشان يفتشوا على معتز، قوم يلاقوا ام جوزيف والحرمه تتعرف عليها. هي راحت عن بالي. شو رأيك انت؟ الحل بدنا ارني امني امني يا ابو حاتم، وانت بتعرف بيوت الحارة صارت خطرة. خلاص لقيتها ببيت ابو الخير اللي اشتريناه بحارة المسكين. عليك يا اختي جوزيف، ما بتتحركي لمطرح بدون ما تعطينا علم. ما بقدر، في عندي امانة ببيتي بدي روح جيبها. اختي انت قلينا وين حاطة هالغراض ونحن منجيب لك اياه. ما حدا بيعرف مطرحه غيري. خلاص معناها تركيا علي، انا هلا بحكي مع الشباب رح نشوف كيف نأمن لك حمايه تجيب اغراضك من البيت،
بس هلا رح نعمل لك بيت بحارة المسكي خوفا من شي دورية تفتيش فجائية. مثل ما بدك أخي أبو بشير، أنتوا فصلوا وأنا بلبس. ماشي الحال، حقيني البشير. مر ابن عمي. اسمعي، بتلبسي ام جوزيف ملاية وبتاخديها لبيت ابو الخير بحارة المسكي اللي ورانا. يا ابن عمي، وانا شو عرفني ببيت ابو الخير؟ هلا ببعث لك بشير يوصلك لهنيك، بس بتنبه على ام جوزيف ما تتحرك من هنيك بالمره. امرك ابن عمي، رح انبه عليها. شو بدي اقول لك ابن عمي؟ نعم. حكيت مع عصام مشان هدى؟ حكيت، وقال لنا لازم ناخذها على بيتها. يو، وليش ما هو يجي ياخذها مثل ما عمل ابننا؟ هلا بعدين بحكي لك، عندي شغل لفوق راسي بخاطرك. الله معك. شبكي ام بشير؟ ليش انهميتي فجأة؟ والله يا ام جوزيف مهمومة على بنتي هدى. قال عصام بده اياها ترجع لحالها لعنده. هلا تروح لحالها لما هو يلي بده ياخدها مثل بعضها، والشغله ما بدها كلها قد عناد وتكبير راس. وعلى قولة المثل، النار الكبيره بتبدا بعود كبريت. قومي ام بشير، قومي ناوليني ملايه، خلينا نروح على المطرح يلي دلنا عليه ابو بشير. اي والله عذرا ورحمه ابني جوزيف، ما بعرف كيف بدي كافي هو ورجال الحاره على قد ما ركضوا وتعبوا معي. لا يا ام جوزيف، شو هالحكي؟ ابو بشير دائما بيقول انا ام جوزيف بعده مثل اختي. بقى الاخ له مني على اخته؟ لا، الرب يحميه ويخليه ويرزقه على قد نوايا. الله محيي قصرك يا عبيد، ويرحم تراب ابوك على التخلفه. علي ما الله رفعت لنا راسنا. راسك دائما الدوم مرفوع عبيد، نحن بنتعلم منكم. اللي شو اخبار الحاره؟ سمعت انه الدرك امبارح بالليل فتشوا بيتكم وبيت حماك. يا باطل، يا باطل على الحكي، والله لخليهم يندموا على افعالهم كلياتها. والله طول بالك عدي، وحق اللي خلقك لحتى نعمل لهم دباجه ما ينسوها بحياتهم. وانت قلت يا سمر، اللي نظيمك يا ابو العز نظيمنا كلياتنا. الله يديم المحبه بيناتنا يا رجال. اكيد بدي اطلب طلب منك من بعد امرك. مور ابو العز، بدي اياك ترجع على الحاره تطمنهم علي. العيون التنتين، هلا اول ما برجع الحاره بخبرهم تطمنهم عنا. كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك. يلا بالاسم يا رجال، اسمحوا لي، هلا اطمنت عليكم واطمنت على معتز، لازم ارجع على الحاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امن الطريق يا رجال. عمي ابو حسن، مور ابو العز، بقدر اشوفه بالطيب؟ هلا ببعث لك حدا يشحط لك يا لهون. بس قل لي شو بدك من ابو الطيب؟ اللي في شي اخبار عن صار يا ابو دراع؟ ولا صارك ابو دراع مختفي مبين له اثر بنوك. خير ان شاء الله، اذا دريت عنه اي شي يا ريت تخبر. لعيوني التنتين. عتز، هاي هاي هاي.